في الأول أحب أشكر منه قوي عشان قالت كلام كبير قوي عني، بس thanks a lot. في الأول أول ما عرفت عن الثيم بتاع TEDx ASC Redefining Education in Egypt بصراحة ما بقتش عارفة هقول إيه، لسبب بسيط جدا إن أنا مش دحيح، ما بذاكرش خالص، أنا ما فيش بيني وبين الكتب عمق، بس هو ده التعليم اللي في المدارس والجامعات عندنا، هو ده التعليم. إجابت الشخص اللي واقف قدامكم ده من 3 سنين كانت أيوه هو ده التعليم، لكن دلوقتي لا، ده إزاي تنسى اللي اتعلمته؟ الفرق ده حصل لي هو experience my lifetime experience، مش الwinning في الـ EU contest for young scientists. دي لسه ده صور الشغل بقى، بس هي الساينس فيرز. يعني ايه ساينس فير؟ هي كومبيتيشن بيخش فيها الستودنتس بيدرسوا مشكله معينه بيحاولوا يحلوها بفكره جديده، فكره تكون كرييتيف بس according to the steps of scientific method of thinking. بمعنى اصح لازم تفكر صح وتشتغل صح. الموضوع بدا معايا في 2010 باويرنس سيشن كانت عندنا في المدرسه، ناس جايين من مكتبه اسكندريه بيقولوا في مسابقه ساينس فير وناس بتعمل بروجكتس وبيسفروا 3 امريكا. ما كانش مهم عندي اي حاجه من الكلام اللي هم قالوه غير ان هم بيسفروا 3 امريكا، قلت بس خلاص انا عايزه اسافر امريكا. ودخلت في 2010 المسابقه وكان بروجكت اي كلام وما كسبتش اي حاجه، وجيت بعديها قلت لا انا هدخل تاني سنه ولازم اجرب تاني. بس الحلم كان اتغير شويه، اتطور شويه، ما بقاش ان عايزه تسافر امريكا، لا بقى اني عايزه اسافر امريكا اكبر ساينس فير في العالم واكسب هناك. ويتقال ان مصر كسبت في اكبر ساينس فير في العالم، واشتغلت على الحلم ده. الحلم ده كان اولموست بيحركني في كل البروجكت. اول حاجه الحلم ده علمني تايم مانجمنت في وقت ما كان عندي اعداديه كان لازم اجيب فيها مجموع كويس عشان اخش ثانوي عام، وفي نفس الوقت ما كانتش عندي انفورميشن قوي عن البروجكت، كان لازم يبقى عندي باك جراوند اكتر من كده افهم البيزكس اصلا اللي هتعامل فيها في البروجكت. فاتعلمت تايم مانجمنت صح، وقدرت ان انا لاول مره في حياتي اقدر انظم وقتي واعمل اي حاجه جنب المذاكره والدراسه والامتحانات. البروجكت ده او الحلم ده هو اللي حركني وخلاني اسافر من اسكندريه للقاهره وقت ما كنتش لاقيه اي فاسيلتي في اسكندريه ان انا اعمل فيها الاكسبيرمنتس بتاعه البروجكت، والبروجكت من غير اكسبيرمنتس ما ينفعش يبقى بروجكت وما ينفعش يكسب. فسافرت القاهره وقلت خلاص انا هبدا شغل، وكان لسه باقي وقت كويس على المسابقه ناشونال كومبيتيشن نفسها، و كانت اول ميتنج يوم 26 يناير 2011، وكان الوضع عادي انه خلاص هقابل الدكتورز هناك وان شاء الله يوافقوا ان هم يساعدوني. وفعلا الناس هناك وافقوا ان هم يساعدوني وقالوا just prepare your papers وتعال لنا كمان يومين ثلاثه. فكان الفكره ان انا هسافر اسكندريه تاني اجهز ورقي وحاجتي واروح لهم بعد يومين ثلاثه، واليومين الثلاثه ما بقوش 3 ايام بقوا 3 اسابيع. عملنا فيهم الثوره واسقطنا النظام وسافرت القاهره بعد 3 اسابيع، وما كانش باقي غير 3 اسابيع زيهم على المسابقه. وكنت قلقانه جدا ان انا ما الحقش اعمل اكسبيرمنتس واخلص قبل ما وقت المسابقه يجي. فسافرت القاهره ومتخيله ان مش هتحصل اي مشكله ثانيه، لانه الناس قالوا لي اوكي ممكن تشتغلي عندنا في اللابس بتاعتنا، وانا اوريدي سافرت وان شاء الله مش هتحصل اي مشاكل ثانيه. وحصلت مشكله لما قابلت دكتور فصيل، وهو ما اسموش دكتور فصيل بس انا بسميه كده لانه اشتغلت في القاهره اسبوع تقريبا ان انا اظبط شويه حاجات في البروسيدجرز بتاعه الاكسبيرمنتس على حسب الرياكترز او الافيلبل فاسيليتي عندهم. والموضوع طبعا يعني قلت خلاص دي تظبيط حاجات بسيطه مش هتفرق. بس هو جه في اخر الاسبوع ده وقال لي لا 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 بصي غيري البروسيدجرز دي كلها واشتغلي بالبروسيدجرز اللي انا بقول لك عليها. فقلت له بس يا دكتور انا اشتغلت على ده اسبوع ودي حاجه جديده وانا عايزه اجربها. فقال لي سوري انا ما عنديش وقت ان انا اضيعه معاكي. فبس دي كانت اول مره في حياتي اقول لا
لحد اكبر مني عنده اكسبيرينس اكتر مني، وكان هو ممكن يتحكم في البروجكت كله، بس انا قلت له لا عشان اتس ماي ايديا اتس ماي بروجكت وانا اللي هعمله زي ما انا عايزاه. ودايما ربنا بيخلي فيه ناس كويسه جدا قدامنا، في اي مشكله بتقابلنا بنلاقي على طول ليها حل. يعني يمكن مش بنبقى شايفينه واحنا في المشكله، بس الحمد لله انا شفته. كان دكتور ممدوح، هو كان عنده استعداد انه ايام حظر التجول لما الناس كانت بتبقى ماكسيمم ما ينفعش تقعد بعد الساعه 12 بره البيت، هو كان بيقعد في اللاب لغايه الساعه 1:30 عشان انا ما كنتش بقدر اقعد لغايه الوقت ده، وهو كان عايز يساعدني. هو الراجل ده رئيس قسم، راجل كبير جدا، مش محتاج ان هو يساعد واحده ستودنت ممكن تخش مسابقه وما تكسبش فيها حاجه، بس هو ساعدني عشان هو كان مؤمن بالفكره بتاعتي، كان مؤمن ان انا ممكن وانا في السن الصغير اعمل حاجه كويسه، فكان دي طريقه تشجيعه ليا. في الصوره دي البوست ده كنت باخده لمده اسبوعين وانا في القاهره، ده وانا باخد الريدنجز بتاعت الاكسبيرمنتس، واشتغلت اسبوعين ورجعت تاني على اسكندريه، ما كانش باقي غير يومين بس على المسابقه، يومين فتره قليله قوي يعني، بس خلاص انا كنت خلصت البروجكت وطلعت ريزلتس كويسه جدا. ف كنت مشغوله بس فكره ان انا هعمل برزنتيشن ازاي للبروجكت قدام الجوري عشان اقنعهم بكل التعب اللي انا تعبته ده، بس ما كنتش بحلم بانتل ايسف او باكبر ساينس فير في العالم، ما كنتش بحلم بده، ولا ده اللي كان بيحركني في اخر يومين. انا بدات احس ان البروجكت هو نفسه اللي كان بيحركني، البروجكت لوحده مش مرتبط بمسابقه ولا ويننج ولا اي حاجه، البروجكت اللي انا تعبته واشتغلت فيه وحبيته. ودخلت المسابقه، والاول مره في الساينس فيرز اكسب اوورد، كانت بيست بروجكت في الانفايرمنتال مانجمنت كاتيجوري، بس ده ما اهلنيش ان انا اسافر امريكا، اسافر اكبر ساينس فير في العالم. فقلت طب اوكي، انا اول مره اخد اوورد في حياتي في الساينس فير او في الحاجه اللي انا حبيتها بجد، and that was my passion، فانا هكملها، انا مش بكملها عشان مسابقه او حاجه تانية، انا عايزه اكملها عشان انا بحب ده وانا مؤمنه بده. وبعد المسابقه الناشونال كومبيتيشن ما كنتش اخده بالي ان في كونسبت جديد بدا ينمو جوايا، كونسبت انه الكومبيتيشن على طول بتعلمني. الكومبيتيشن مش الايفنت والجوري والريزلتس، لا، الكومبيتيشن او التشالنج انه انا اعمل حاجه جديده وادافع عن الحاجه الجديده دي حتى لو ممكن تبقى فيها نسبه ايرور، وان انا ابقى مصدقه قوي في الحاجه اللي انا بعملها. وبعد كده بدا كلام في اليوروبيان يونيون كونتست فور يانج ساينتستس، بتتعمل للمره 23، كل الدول اللي بتشارك فيها هي دول اوروبيه بسايد امريكا والصين، وانا كنت نومينيتد ليها. فاول سنه مصر تشارك، واول مره اسافر انترناشونال كومبيتيشن، كنت الموضوع بدا معايا باكسايتمنت فظيع جدا، ان انا خلاص انا ريبريزنتنج ايجيبت بره، انا عايزه اروح اكسب هناك في اول مره اسافر فيها، وفي اول مره مصر تدخل المسابقه انا عايزه اسافر واكسب هناك. بس الاكسايتمنت دي كانت في الاول بس، بعد كده مع دخول وقت المسابقه القلق كان زايد جدا، الضغط كان زايد جدا، وكنت محبطة وانا بقرب قوي من الحلم اللي انا عشت سنتين عايزه احققه. والاحباط زاد معايا اكتر لما شفت مستوى المشاريع هناك، ناس بيدخلوا مسابقه بقى لهم 22 سنه وعندهم فاسيلتي رهيبه بيعملوا فيها الاكسبيرمنتس بتاعتهم وعاملين شغل جامد جدا، وحسيت ان انا اقل واحده في دول. بس ايه اللي خلاني بالاحباط ده اقدر اعمل برزنتيشن كويسه قدام الجادجز هناك؟ انه كان في احساس بيكبر كل يوم جوايا، احساس الكومبيتيشن، او ان انا على طول I'm challenging my limits, I'm challenging everyone who told me you can't do this. الاحساس ده هو اللي خلاني اعمل احسن برزنتيشن ممكن اكون عملتها للبروجكت وانا هناك وقدام جادجز بقالهم 40 سنه في المجال ده. ويمكن ده اللي ما خلاش احساس الاحباط الفظيع اللي كان عندي ياثر عليا،
وخلاص خلصنا 3 ايام جادجنج قلق ومستنيين الريزلتس. في الكلوزنج سيرموني لا في الكلوزنج سيرموني كنت قاعده قلقانه جدا متوتره، وكنت من قبلها بيوم بفكر انا عايزه اي حد من مصر يكسب عشان انا جيت وسافرت وضيعت وقت. اكتر مش تضيع وقت، انا كان نفسي اعمل ده، بس anyway انا جيت هنا وسافرت ده كله عشان لازم الهدف يتحقق ان مصر تكسب في اول مره تشارك فيها في المسابقه دي. وعشان كده وانا في الكلوزنج سيرموني وقاعدين كايجيبشن تيم، اول ما اتقال انه ذا اوورد جوز تو ايجيبت انا وقفت اسقف زي المجنونه. ما كنتش عارفه انا بسقف لمين، بس انا عارفه بسقف ليه. انا بسقف عشان الهدف اتحقق، انا بسقف عشان مصر كسبت في اول سنه تشارك فيها في المسابقه دي. بس كان شكلي اهبل اكتر لما قالوا عزة عبد الحميد فياض. انا كنت بسقف لنفسي، لا انا والله مش كنت بسقف لنفسي، انا كنت بسقف لاي حد حقق الحلم اللي انا حلمت بيه. انا كنت حلمي ان انا اللي اكسب، بس انا ما فكرتش في ده. انا كنت بسقف لمصر في اول ريبريزنتيشن. هو ده اللي انا كنت رايحه اعمله، هو ده اللي انا كنت عايزاه. الويننج ما كانش اخر حاجه، او انا ما وقفتش عند ده. انا لغايه دلوقتي بخش الساينس فير كومبيتيشنز، ولغايه دلوقتي ما رحتش انتل ايسف ولا اكبر ساينس فير في العالم. بس انا مش مكمله عشان انتل ايسف ولا عشان اي كومبيتيشن، انا مكمله عشان this is my passion. الحاجه دي وانا بعملها ببقى مبسوطه، دي اكتر حاجه انا ممكن اكون بعملها وبحبها بجد. فانا عندي زي ديفينيشن كده للإديوكيشن من خلال الاكسبيرينس بتاعتي. فانا بقول if you want to teach me something let me to a competition challenge me. علمني حاجه صح يبقى دخلني فيها كومبيتيشن، دخلني كومبيتيشن في الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي انا عايزاها. عشان طول ما هتدخلني كومبيتيشن وطول ما الكومبيتيشن مستمره انت بتطلع اكبر طاقات جوايا، وبشتغل باكتر بوتنشلز عندي، وبالتالي انا مش بيبقى عندي ليميتس. انا بشتغل بكل حاجه جوايا، انا ببقى حابه اللي انا بعمله وببقى مؤمنه بيه جدا. وانت في جو الكومبيتيشن، في ضغط الكومبيتيشن، بتدخلني اكتر في مود ان انا لسه ايه لازم اشتغل باقصى مجهود. فهي دي هي دي البوينت، انه انا عايزه ان الكومبيتيشن تفضل مستمره. مش كونسبت الكومبيتيشن كايفنت، لكن الكومبيتيشن كاحساس جوانا، كاحساس جوا كل حد بيتعلم، وكل حد عايز يتعلم حاجه جديده. انا مش هبطل اتعلم والكومبيتيشن مش هتوقف. The competition must continue. شكرا.